نذهب لمتابعة هذا اللقاء الذي أجراه الزميل محمد رياض مع مدير أمن الشرقية، فلنتابع هذا اللقاء. مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين. في إطار جولات مدير أمن محافظة الشرقية اللواء خالد يحيى على مختلف اللجان لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه، كان لنا هذا اللقاء خلال تفقده عدد من اللجان. برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ هل فندم حضرتك طلعنا على العملية الأمنية داخل محافظة الشرقية؟ العملية الأمنية بفضل ربنا سبحانه وتعالى مطمئنة، الأمور هادية، مفيش حاجة تعكر صفو الأمن العام، مفيش وقائع تعدي، مفيش مشاحنات، الأمور حتى الآن هادية والخدمات موجودة وبكثافة، وأي تجاوز هيتم التعامل معاه في وقتها على طول. طب فندم، كان في الجولة الأولى كان عدد من التجاوزات، وبعض الناخبين كانوا بيشتكوا من توجيه الناخبين يعني للإدلاء بأصواتهم لصالح عدد من المرشحين، أبرز هذه المخالفات وإلى أي مدى تم إزالة هذه المخالفات؟ حتى الآن ما تمش رصد مخالفات معينة تشير إلى حس الناخبين أو توجيههم. لو في حالة من الحالات دي بيتم ضبطها، لأن في خدمات بتاعتنا كلها خارجية موجودة للتأمين من خارج، وضبط أي مخالفات خارج، وفيها خدمات مشتركة ما بين ضباط المباحث، الأمن العام، الضباط النظاميين، خدمات القوات المسلحة، فإذا جهات متعددة، وبالتالي ما فيش جهة لها مصلحة إن هي هيبقى أمامها في خطأ معين ومش هيتم اتخاذ إجراء ضده يعني. وبرضه في بالنسبة لأجهزة البحث، في لو في أي معلومات متعلقة بشيء من هذا القبيل، إن في توجيه للناخبين أو في بعض المبالغ الأمنية بتدفع، هيتم برضو اتخاذ إجراء حيالهم وتقنين الإجراءات. طب سيادة اللواء، تم الدفع بعدد من الضباط والضابطات الشرطة النسائية من أجل ضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه، وإحنا شفنا ما شاء الله ولسه عاملين لقاء مع عدد من الضابطات، هل حضرتك فندم تطلعنا على الخطة إيه هي فندم؟ بالنسبة لدور الضابط كدور تأمين ولا دور الضابط؟ كدور الضابطات ودورهم التأميني ودورهم بالنسبة لمساعدة الناخبين. دورهم التأميني في اللجان اللي فيها سيدات، في بعض اللجان خاصة بالسيدات فقط، بيبقى لهم دور في التفتيش وفي عملية التأمين ومنع ضبط لو في حالات اشتباه تحرش أو كده، دول ده دورهم. بالنسبة للدور التاني نوع من التواصل المجتمعي، سواء مع المواطنين اللي هم بيطلبوا أصواتهم أو مع الناس الموجودين في اللجنة، من خلال بقى تقديم مساعدات ليهم، من خلال الكبار السن مساعدتهم، ذوي الاحتياجات الخاصة، تقديم المياه، تقديم بالنسبة للكراسي المتحركة، يعني شيء من هذا القبيل، فلهم دور تواصلي مع المجتمع يعني. تمام. طب يا فندم، بالنسبة للقرية أو اللجنة الخاصة بمركز العدوى الخاصة ب الرئيس المعزول محمد مرسي، سمعنا أن تم الدفع بعدد من القوات الإضافية لتأمين هذه اللجنة، هل حضرتك تطلعنا على آخر التفاصيل؟ نفس المرحلة اللي فاتت برضو نفس الكلام، بالنسبة للمرحلة الأولى أيضا فيها خدمات مكثفة وموجودة من مساء أمس وبالاشتراك مع القوات المسلحة، والمكان مؤمن تماما ولم يحدث شيء في المرة اللي فاتت، وبالتالي إن شاء الله المرة دي بإذن الله برضو خدمات موجودة، ولو في أي شيء غلط هيبقى تم مواجهته. طب فندم، سؤال الأخير لحضرتك عشان أسيب حضرتك استكمل الجولة، كلمة حضرتك توجهها للناخب الشرقاوي وإحنا لسه في الساعات الأولى النهاردة من اليوم الأول من الجولة الأولى للمرحلة الثانية. ببلغه رسالة، بقول له انزل وشارك بصوتك، دي أمانة وإنت لازم تبقى قد الأمانة، وفي ناس ضحت كتير علشان نوصل اليوم ده، فما تبخلش أنت بوقتك ولا بجهدك، والموضوع مش هيستغرق منك وقت، وتقدر تنزل وتشارك، وهتختار الناس اللي بتمثلك تمثيل صادق للبرلمان اللي جاي إن شاء الله. أشكرك سيادة اللواء، شكرا جزيلا يا فندم، ربنا يعين حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. كان هذا اللقاء مع اللواء خالد يحيى مدير أمن محافظة الشرقية خلال اطلاعه وجولاته على مختلف اللجان لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه في المحافظة. أشكركم وأعود إليكم مرة أخرى.